يروي كثير المحدثين العامة، نحن الخاصة، يعني خاصة أهل البيت، والعامة ليس فيها وضع من شأنه، فهم الأغلب والأكثر على ما يسمى، أنه سئل ابن عباس عن أفصح العرب، فقال علي من غيره، فقال علي، فقيل كيف؟ فجاء بهذه المأثورة والمثل السيار الذي لا يقال في غيره، قال كلامه دون كلام المخلوق، كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. وأما أنا فعبد لأمير المؤمنين، وقد قال وقد أثر عنهم صلوات الله عليهم كما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله، إذا صح الخبر من علمني حرفا كنت له عبدا، أنا عبد لهؤلاء الثلة من الأساتذة الكرام الذي أدين لهم بالفضل على بنائي، فهم الآباء الروحيون والعلميون. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرفنا بهذا الشهر الشريف، شهر رجب الأصب بالرحمة، والأصم كما في الخبر تفسيره بأنه تفرد بين الشهور بالفضل فصار أصم، أي واحدا لا فريد له. الحمد لله الذي شرف هذا الشهر بفضيل رحمته وعطائه، ونظر فيه وخصه، وخص من ولد فيه، وخصنا بإقامة حفل بهيج ننال فيه شرفا فوق الشرف وفضلا فوق الشرف. وما ندين كما في الخبر بل في الأخبار الصحيحة بشيء كالولاية، نحمد الله عز وجل على نعمة الولاية. نسأل الله عز وجل أن يثيبنا على هذا الحفل حفلا يوم نلقاه، ونظرة منه يوم نأمل لقياه. سألني الإخوة أن أتكلم حول الموضوع ولا أخرجه، وهو حق له، فسوف أتكلم في ثلاث نقاط سريعة، والوقت قصير ولا أطيل عليه. في رجال الكشي بسند صحيح لا بأس به عن زرارة بن أعين شيخ المحدثين، بل قال فيه الصادق عليه السلام لولا زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، لولا زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وضريب لما تدين أبي وجدي. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام لزرارة ما يقول حمزة في أبي، لكلام عن الباقر عليه السلام. نريد أن نعرف أن الباقر عليه السلام ما هو موقف ابنه في من ادعى الارتباط به بعد وفاته، نقول بعد مباشرة من أحد المقدمات. قلت نعم، يقول أنه يقول ويزعم أنه يأتيه أبوك فيراه في المنام فيأمره فينهاه، واضح كلامي يعني متوجه لمن؟ أناس يعتقدون أن الباقر عليه السلام غاب غيبة الموت ثم يأتي من بعده في حياة الصادق وهو الحجة، فيقول أنه يراه ويزعم أنه يأمره وينهاه، وكان حمزة من الغلاة المعروفين الذين لا حظ لهم من العلم إلا أن يدعي لنفسه أنه يرى شيئا. كل واحد في الحياة هذه له هدف يريد أن يحقق ذاته، فإن لم يكن متدينا ادعى التدين، فإن لم ينجح جرب غيره. قلت نعم، قال عليه السلام بضرس قاطع كذب والله وصدق أبو عبد الله صلوات الله عليه. إذا من الذي يأتي هذا الشخص في المنام ويقول أنه الباقر صاحب هذه المناسبة فيأمره وينهاه
يجلس من النوم يقول للناس أنا رأيت الباطل. شوف كلمة الحسين عليه السلام إذا وضعت على قلب الكسر تفتته تبكي. يوم العاشر احنا نجي يوم العاشر ما نبغي موضوع، بس واحد يقول يا حسين ترى أركان المجلس يهتز، واحد يقول الباطل ترى القلوب تكفو للعلم مثل السحر في أهل البيت. لكن الذي يستغل السحر في غير موضعه ينقلب عليه، لأنه سحر حق وليس سحر باطل. قال إن الذي يأتيه شيطان يسمى المتكور، في بعض الروايات المتكور، سلطه إبليس اللعين، إن شاء أتى صغيرا وإن شاء أتى كبيرا في أي صورة شاء، ولا والله ما يستطيع أن يجيء في صورة أبي عليه السلام. رواية صحيحة معتمدة مشهورة عليها العمل. من ادعى يوما أنه يرى الباقر عليه السلام والدعوة أو الزهراء صلوات الله عليها أو الحجة عليه السلام فيأمره وينهى، قلنا له قف. يروى في الخبر المعروف أنه قيل للصادق عليه السلام، يروي هؤلاء الناس أن الله عز وجل أرى فلانا الأذان في المنام، فجاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وأعلنه، فنزل الوحي بتصديق رؤيا فلان. قال سبحان الله، إن دين الله أعز من أن يرى في منام. شوف الأنبياء إذا رأوا لا يحلمون. نبي الله يوسف عليه السلام ما قال أنا حلمت. إبراهيم عليه السلام ما قال لابنه إني حلمت، قال إني أرى. ورؤية المعصوم حق ورؤية غيره مرددة بين الحق والباطل حتى تستند إلى حق. فالله عز وجل أعز من أن يري الحق والشرع والأمر والنهي في المنام، وإلا للقى الرسل وأرسل للناس رسلهم في المنامات. ربي حالي وهنا ننتقل إلى الهادي عليه السلام، قلت الكلمة على اختصار، ننتقل إلى الهادي صلوات الله. لا يفتأ هؤلاء من ادعاء إلى ادعاء، فإذا ادعى يوما المنام فلم ينجح، ادعى بعد ذلك الكرامة ومرت سنوات ورأينا الكثير جدا. أحد المؤمنين يقول رأيت الهادي عليه السلام في المنام ووعدني أنني سوف أراه بعد 3 ليال، فما جاءني. يقول فعلمت أنه شيطان، لأن المعصوم لا يكمل سواء في اليقظة أو المنام. من رآنا فقد رآنا، يعني يجب عليه أن يعلم أن الشخص هذا الذي صورته الباطر هو الذي رآه في المنام بصورة الباطر، لا أن شيئا يشبهه، لا بعينه. من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان لا يتمثل بنا، إذا لم يرى فقد رأى الشيطان، ولن يراه أحد يعطيه أمراً ونهياً. يمكن أن يرى الإمام عليه السلام في المنام فلا يعطيه أمراً ونهياً، يبشره بخير، يراه صامتاً، يراه معه في مكان يحبه، نعم، لكنه لا يعطيه أمراً في المنام يأمره وينهى. ننتقل إلى الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه، ولشد ما ابتلي الهادي عليه السلام بأعظم مما ابتلي آباؤه، من زمن الهادي عليه السلام إلى زمن الحجة عليه السلام إلى زمن الأمر العظيم. أمر العظيمة شخص يسمى النميري، لما توفي السفراء السمري وهو السفير الرابع ظهرت الدعاوى. شيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الغيبة يقول وأول من ادعى الأمر العظيم، شو الأمر العظيم؟
صفار عن الإمام الحجة عليه السلام، قال النميري: وكان يأتي بكل فاحشة عياذ بالله، لكنه يدعي كل دعوة عظيمة. لا تعتقد أن كل راية ترفع يمكن أنه لا يتبعها متبع، لا، لكل راية ضلال متبع، لكن الحق حق سواء قل متبعوه أم كثر، ما يأثر في الحق شيء في جوانب. الهادي عليه السلام ابتلي بمن ادعى أنه إمام في عرض إمامته، بل كان هناك إمام بالمناسبة يسمى الإمام الهادي، كان زيديا في زمن الإمام الهادي، وكان يعاني الإمام الهادي عليه السلام. ابتلي كذلك بمن ينكر إمامته ويدعي أن الإمامة انتهت، ووقفوا على موسى الكاظم عليه السلام وتخطوا البطل إلى زمن الرضا وزمن الجوادي ثم زمن الهادي عليه السلام، واستوى لهم كيان من فقهائهم الكبار، الحسن بن سماعة، وهذا فقيه جليل، حتى أن الشيخ النجاشي رحمه الله يقول: نقي الحديث، قوي الفقه، جيد الاختيار. الشيخ الكريد رحمه الله في أعظم كتبنا الحديثية كثيرا ما يروي عنه، مهتم بفقه ثقة، هذا لا يلازم الصدق، لا يلازم العقيدة دائما، عقيدته منحرفة لكنه صادق في قوله، صادق. الحسن بن سماعة أو ابن سماعة كان في زمن الهادي عليه السلام ولا يعتقد به، كلام عن الكرامات، كان كلام عن الأحلام، الآن كلام عن الكرامات. ونضرب مثلا، شيخ النجاشي رحمه الله يقول: وقال وكان يعاني في الوقف، سمع يوما عن أبي الحسن عليه السلام لما أشخص إلى سره مرة، وضع في بيت صغير الهادي عليه السلام، فكان يجلس خارج البيت فيأتيه الناس فيجالسون، فقال له رجل يوما من الواقفة: إن هذا، يقصد الإمام الهادي عليه السلام، له كرامات. قال لي: عجيب، أنت واقفي وتدعي أن لهذا الكرامات؟ قال: ما رأيت مثل ما رأيت، ما رأيت. قال: والله كنا جلوسا عنده خارج داره، فمر فلان وجيه كبير مسؤول بحشمه وخدمه، يقول: فأصاب قلبه هيبة أبي الحسن الهادي عليه السلام صلوات الله. يعني هذه ليس فيها مبالغة، يعني أن الأئمة عليهم السلام لهم نور وهيبة في القلوب، يهابهم الناس ويهابهم الملوك، أمر متواتر جدا، ما وجد أحد أنكره يوم من الأيام، حتى أنصب النواصب ما أنكروا. لو كان المجلس متسع لضربت الأمثلة، المجلس غير مناسب. يقول: فمر هذا، يقول: فأصابته هيبة أبي الحسن عليه السلام، فنزل وجنده، فنزل وجنده وسلم وقبل أبا الحسن عليه السلام ومضى. فقال علي بن محمد صلوات الله عليه: سبحان الله، هو فرح الآن ويموت قبل أذان الصبح. يقول: فقلت في قلبي: إن هذا الساحر لكاذب، والله إن لم يقع ما قال واقف أشداء كانوا لنقتلنه. هذه الرواية مروية عندنا بأسانيد عدة في عدة كتب. قال: فأنا نائم فإذا الصيحة في بيت فلان، هذا الجالس هذا اللمح، قيل أنه شرب فسكر فوقع فدق عنقه فمات. فقال الحسن بن سماعة: وصدقت. قال: كيف لا أصدق؟ فمال جمع من الناس إلى علي بن محمد الهادي صلوات الله عليه من الواقفة. شاهد، من الذي صارت له الكرامة؟ شخص علم أنه ذو حار. الهادي عليه السلام لما قال هذا الكلام لا يريد أن يثبت إمامته، الكرامة لا تثبت إمامه، الكرامة قد تكون لشخص مؤمن علم إيمانه. والله البوذيين الموجودين في الهند
القيم قصة يمكن سمعها مني بعض الأخوة الشيخ علي سلام. أنقل عن بعض المشايخ كذا قصة، قصة سيد أجيد الفوري عن بعض المشايخ نراه يقول: زرت يوما الهند وسمعت أن رجلا عاكف في كهف يخرج للناس كل يوم اثنين، يخبر الناس بحاجاتهم، يخبر الناس بحاجاتهم، يخبر الناس بما يساعدهم، يخدم الناس. بودي يقول: صعدت الجبل حتى انقطع نفسي في واجد رفيق، وصلنا الكهف إذا هو جالس. يقول: فقلت في قلبي، سيد مجيد يقول: فقلت في قلبي انقطع نفسي ساعات طويلة حتى أصل، حتى أجد تذكران هذا القرد، كان شعر كثيف مو لابس عاري أظافر طويلة، حتى أجد هذا القرد. يقول: فنظر إلي وقال: لو لم تكن من أحفاد رسول الله لما تركتك. سيد مجيد يقول: تعجبت، قرأ الذي في نفسي، ما عندك؟ يقول: ما عندي شفاء لك اللي جاي أشوفه. يقول: تذكرت فقلت له إن لي شيئا ثمينا ضاع مني وأريدك أن تجده، ما ذكرت الشيء. يقول: فأغمض عينه وقال: تذهب في كذا، تدخل غرفة كذا في بيتك، على يمينك دولاب، تفتح الدولاب تشوف صندوق، على يسار الصندوق تحت الثياب تجده. يقول: نزلنا من الجبل، رحت الفندق، يقول: اتصلت إلى زوجتي، يقول: فلان روحي كذا 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 الصندوق الفلاني، شفتي كان معه رفع الثياب، شفتي الخاتم؟ قالت: فرجت الخاتم. يقول: كان الخاتم سنوات طويلة ضايع مني. لو ادعى هذا البودي أنه إمام هل نصدقه أو لا نصدقه؟ هل هذه كرامة أو ليست بكرامة؟ الكرامة تكون من الله ويكرم بها صاحب الحق لا صاحب الباطل، وإلا كان سحرة فرعون. أول الناس الذين يشهد الله عز وجل لهم بأنهم معذورون، وأن فرعون كذلك معذور، موسى عليه السلام، لأنهم فعلوا أمرا معجزا، يعني ليس بمعجز، أمر خفي وليس بمعجز، الأمر الذي يتعلق بالهادي عليه السلام كذلك. كلنا نعرف عبد العظيم الحسني رحمه الله الذي روي أن زيارته تعدل زيارة الحسين صلوات الله عليه. ما موقف الإمام عليه السلام من تثبيت عقيدة الناس؟ لأنه عليه السلام ما كان في هذه الحياة الدنيا ممن يجلس في بيته يأكل ويشرب ويرتاح كما أنه إمام، لا، علم الناس العقائد حتى جاء له عبد العظيم الحسني كما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله، وكذلك روي في كفاية الأثر وغيره. فقال له: يا ابن رسول الله أعرض عليك عقيدتي. شوف الأدب، عبد العظيم الحسن رجل كبير في قومه، في الري يعود الإمام عليه السلام فيقول له: أعرض لك عقيدتي، يمكن عقيدتي فيها خلل، نصير بعد مغرورين كثير بعد بعقائدنا، بس تقرأ ما أو تقرأ فعقيدتك صحيح، بعد في عقيدتك شيء من الخطأ. في الحج بتجربة الإرشاد وجدنا بعضهم 60 سنة عمره يخطئ في الغسل، مو عيب الذي ما تعرف، لكن عيب منك أن تكون قد بلغت ما بلغت ولم تسأل يوما عن حكمك الشرعي، عن فقه يطالبك الله عز وجل باتباعه، هذا الفقه فما بالك بالعقيدة. فمن جملة ما قال رحمه الله للإمام عليه السلام بعد أن قال له الإمام عليه السلام هذه: يا أبا القاسم، قلت إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، حتى قال أن محمدا عبده صلى الله عليه وسلم ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعده، حتى قال: ثم أنت يا مولاي. فقال عليه السلام من فوره: ومن بعد الحسن ابني. فكيف للناس، ما كانوا حاجة مع عليه السلام أن يقول
ويبتدئ بالبيان فيعلمهم من الخلف بعد الخلف. فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قال فقلت وكيف ذاك يا مولاي؟ قال اسمع كلام الإمام عليه السلام، هذه قاعدة مضروبة، قاعدة نسير عليها غير مفهومة. قال لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه. أيدها الفقهاء قال بأن في ذاك الزمان خطر، في زمن الغيبة بالخصوص صغرى، حتى للغاية، حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يسمون هذه الجملة مفهومية، يعني بعد ما يطلع الحجة عليه السلام ترون، قبل لا ترون. قال لا يرى شخص، والفعل المبني للمجهول يفيد العموم كما قيل، لا يرى من أحد شخص. أختصر كل المطالب وكلامي كان واضح. لا السفارة بعد السفير. السفير السادس، السفير الرابع رحمه الله، لما كتب له الحجة عليه السلام أنه أن يعقد عهده فإنك ميت ما بينك وبين ست، قال له بصريح العبارة فمن ادعى المشاهدة قبل السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. ما في استثناءات، حتى أن الإمام عليه السلام لما ادعى بعضهم هذه الأمور قال إنا لا نتهيب أن نلعن مدعي هذا الأمر العظيم، لا نتهيبه، أنا حكم من الله عز وجل، ولا ظهور قبل هذه العلامات. أي علامات؟ يقال إن واحد يقول هذا رأيت الإمام؟ لا. قال صيحة لا تخفى على أحد. ترموا السفياني هو العلامة الرئيسية، صيحة. السفياني قد يدعي أي واحد، لكن الصيحة يقول الإمام عليه السلام لا تشتبهوا على أحد. سامعي صيحة أنتم؟ سامعي صيحة حتى يدعي أن أحد يضر. وأنه لا دين يؤخذ من منام، ومن ادعى المشاهدة وزعم النيابة فهو كذاب مفتر، وأن المعجزة تثبت المدعى، المعجزة تثبت المدعى والكرامة. هذه المعجزة في أي مقام؟ في مقام التحدي، أنا أتحداك أنك على حق تثبت لي بمعجزة. ومن شروط المعجزة أن تكون في مقام التحدي، أن لا يضاهيها شيء، ما يضاهيها شيء، وإلا احنا قلنا لأنهم هؤلاء الذين يدعون أن لهم كرامات ويدعون أن لهم معاجز، هناك كثير من يدعون من أقوى منهم وأعظم منهم، وأن الكرامات تزيد حقانية الحق بعد معرفته. ومن الخطأ أطلت عليكم أدري، بس لأن الأمر مهم. شيخنا خطيان رحم الله من ذكر القائمة هذه محمد الفقار. كتب مشاهدة الإمام الحجة عليه السلام رائجة رواج شديد. أكو كتاب كتبه أحد الأشخاص للأسف يعني سيد معمن قوم، سجن بعد ذلك بعد سنة سجن، طبع في بيروت، طبع في إيران، طبع باللغة الفارسية والعربية، كله عن مشاهدات الحجة عليه السلام. أنا أقول أو أجازم أنه إما 100% كذب أو 99.9 كذب. كذب صريح. الشيء الأكثر أن هذا الكتاب طبع بورق ذو ورق عطري، حتى إذا يوم من الأيام فتحت وشممت فيه ريحة، والعجيب من ذاك فيه إذا ذكرت الذكر الفلاني تشم رائحة، أنت تقتنع على حواسك بعد تقنع باطلك. لن يكف الدجال، ما بيكف الدجالين ابدا عن التاليف وخداع الناس، بل قد ياتيك ويقول لك كيف تنكر؟ الا اتيك بكتاب؟ جول هذا الكتاب، كتاب اخر نعم مجلد في كتاب بحار الانوار،
دس به دسة أو طبع ربعه، ما يقول دس، طبع معه له جنة المأوى. بمرة ألقاني الحج عليه السلام المحدث النوري ويفتح عليه بك شوف القصص أو مكيال المكارم، مكيال المكارم الصهاني اللي جده الشيخ صاحب جواهر الكلام، واقرأ ايش قد راح الإمام الحج عليه السلام، فما الذي تنكر عليه؟ من بعد لازم العلماء يتكلمون ويفهمون الناس بشكل صريح. العلماء قسمة، قسم قال أنه لا يرى بأي صورة الحج عليه السلام، لا تشاهده عين أبدا، لا يظهر للناس حتى يسمعوا الناس الصيحة، أبدا لا يعرفهم الناس. وقسم قال لا يعرفهم الناس، يأتي لآحاد الناس لكن لا يعطيهم دين، ما يعطيهم دين. تحصل الكرامات، محدث النوري شيخ المجلس رحمه الله يؤمن بهذا المعنى، لكن الاثنان مجمعون على أن مدعي النيابة صير المشاهدة لكن لا على نحو النيابة، مدعي النيابة كذاب مفتر. أنت دعواك أي شيخ؟ شاهدت الحجة عليه السلام؟ لعلك شاهدت الحجة عليه السلام، لكن لا نرتب أي أثر عليه. والله شاهدت السفير الثالث، شاهدت الزهراء، شاهدت الباقر، كما سمعت أنهم يدعون أنهم شاهدوا الباقر، شاهدت الباقر عليه السلام، تقول لي دين الله أعز من أن يرى في المنام، شاهد كما تريد. أنا بعد شاهدت الإمام الهادي عليه السلام، وبالفعل شوفي أخي الصغير سلم السلامات من مرض خطير وما احتاج لعمليه، وأخذت بعد السيد لبنت السيد السيد محمد الصالح، هي دكتورة وموجودة حيا الآن، أخذته وتعجبت من الإمام الهادي عليه السلام، مسح عليه وطاب الولد موجود الآن، تدرون شو هو موجود في البيت حياكم. لكن ما ادعت يوم من الأيام أنها صاحبة رسالة وأنها صاحبة مذهب، ما هذا إلا بدعة في الدين وكل بدعة ضلالة. يمكن شفتوني اليوم دارس كمام يقول الأستاذ أنت في معامير وميدرة وفي قوم، صحيح، لكن الذي هناك هو هنا جبين وصل إليه. الأحكام الشرعية من المصافحة، من الزيارة، من الاجتماع في هذه المجالس الشريفة قد ترتفع. إذا الوضوء والغسل والطهارة التي نستقبل بها الله عز وجل قد ترتفع. جاء للنبي صلى الله عليه وآله كما في الخبر الشريف، فقيل له إن فلانا مجذوم فغسله أهله فمات. المجذوم مسكين بعد يتفتت بدنه بعد، فغسله أهله فمات. فر من المجذوم فرارك من الأسد أم معدي أم خطر، فغسله أهله فمات. فقال لعنهم الله، كما في الخبر يعني لعن فعله، لعنهم الله قتلوه، ألا سألوا، ألا يمموا. يعني صعبة، مو صعب، شيء اضطراري ارتفع الحكم الشرعي. في بعض الأمور عقلية أرشدنا لها النبي عليه السلام عن الصادق عليه السلام، أضرب الأمثلة، عن الصادق عليه السلام قال من ركب الزاملة، الزاملة الجمل الذي يخصص للبضائع فقط، بس حمولة هذه يرتفع مترين ثلاثة متر في ما شاء. من ركب الزاملة فسقط فمات لا يلومه إلا نفسه. إرشاد عقلي، إرشاد عقلي، مثل اللي يقولون من رسول يوم من الأيام عن هل إنه على الإنسان تكلموا عن قواعد الخروج، كيف هذه الرواية؟ اربط أحزان نفس الشيء، اربط أحزان عدل. أيها الإخوة المؤمنون، البلاء إما اختباري أو عذاب. الله عز وجل ما أخذ على نفسه أن لا يبتلي المؤمن، بل أخذ على نفسه أن يختبر المؤمن بأشد البلاء. الأمثلة فالأمثلة، الأنبياء ثم الأوصياء ثم المؤمنون من الناس. نسأل الله عز وجل أن لا يكون ما حل بنا عذاب، وإنما مجرد اختبار ويمضي، وإنما نعتقده من خطر قد لا يكون. ف
فما لم يستطع عليه الناس على علاجه ما أعطاه الله عز وجل سبل الحل فلا نلجا إلا إليه سبحانه. علي بن أبي زيار هذا العالم المعروف الذي كان وكيلا هو وأبوه للأئمة صلوات الله عليهم ساكن الأهواز، يوم من الأيام يقول كتبت لأبي جعفر والد صاحب مناسبتنا الهادي عليه السلام، لأبي جعفر الجواد والد الإمام الهادي عليه السلام، أقول له إنه قد كثرت الزلازل، الزلازل كثرت علينا في الأهواز، وكدنا أن نتحول منها، يطلعون يجون خلاص شو نسوي في الوقت خلاص، وكدنا أن نخرج منها شو نسوي. فكتب عليه السلام لا تتحولوا عنها. شو نسوي؟ عندك الروايات إذا كثرت الزلازل تفزعوا إلى مساجدكم، وعندنا هذه بعد عدو ما يصير بعد نفزع مساجدنا أصلاً مليئين عن الاجتماع. يبدأ أنا الوحيد اللي لبست كمامة أعتقد أدخل وبشوف مسلم قاعد لابسين كمامة على الاسم على كل حال، وأنا مصاب بالإنفلونزا وقاعد أعتقد بالنسبة لي. فقال عليه السلام صوموا الأربعاء، هذا رجب استحب الصوم، صوموا الأربعاء والخميس والجمعة، يوم الجمعة اغتسلوا وطهروا ثيابكم يعني بسموه طهر الثياب، وابرزوا يوم الجمعة كل واحد مصلى. ترى هذا الأمر خطير، إن كان الاحتمال ضعيف لكن المحتمل خطير. وادعوا الله فإنه يرفع عنكم، هذا الإمام عليه السلام قال علي بن زياد ففعلنا فسكنت الزلازل، وقال عليه السلام عليكم بالتوبة. نسأل الله عز وجل من هذا المقام الشريف الذي ما عقد إلا محبة في محمد وآل محمد الطاهرين، نسأله بالباقر عليه السلام، نسأله بأبي الحسن الهادي صلوات الله عليه أن يرفع عنا كل بلاء، وأن يغنينا عن العلاج بالوقاء، وأن يتم نعمته علينا في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم كل خير، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.